مشاهدينا، الإصابة بمرض سرطان الثدي لا يؤثر فقط على جسد المرأة ولكن يؤثر على نفسيتها أيضا، وأكدت كثير من الدراسات أن السيدات اللواتي يخضعن لعمليات استئصال الثدي يعانون الكثير من المشاكل النفسية. معانا اليوم الدكتور عماد الحاج، أهلا وسهلا فيك دكتور. وفيكي، شكرا. دكتور، ما هو الهدف الأساسي لعمليات ترميم الثدي؟ الهدف الأساسي من عملية ترميم الثدي هو إعادة الثقة عند المرأة التي أصيبت بسرطان الثدي، فكتير مهم أنه نقدر نساعد هالمرأة تواجه سرطان الثدي بنفسية جيدة بواسطة ترميم الثدي وتحسين مظهرها. طب إيش هي فوائد عمليات ترميم الثدي؟ فوائد عملية ترميم الثدي عادة بتكون موصولة بشكل الثدي بعد العملية الجراحية، ما لها علاقة بعملية النتائج الطبية من سرطان الثدي أو الشفاء، ولكن كتير بتحسن من نفسية المرأة. واكتشفنا بالدراسات العلمية أنه النساء اللي خضعوا لعملية ترميم الثدي كانت نفسيتهم أحسن وواجهوا المرض بشكل كتير أفضل. هل يوجد أي مخاطر لهذا النوع من العمليات؟ المخاطر منا كتير كبيرة، هي المخاطر أكثريتها مخاطر الجراحة العامة من التهابات نزيف، ولكن في مخاطر معينة تكمن بعمليات الترميم بتعتمد على طريقة الترميم اللي نحن عم نتبعها. طيب دكتور، هل يوجد حالات لا يمكن إجراء فيها عملية ترميم الثدي؟ صحيح، بحالات كتير قليلة بحدود 10-15% من الحالات بيكون مرض السرطان متقدم بالثدي وما فينا نعمل عملية ترميم. بهالحالة هيدي بنعمل عملية الترميم المتأخرة مش الفورية، ننطر لحتى المريضة تصح من المرض تاخد علاجها الكامل وبعدين بنعمل لها عملية الترميم، وهون طبعا بتختلف التقنيات بهالموضوع.